بالرغم من محدودية الموارد المالية وضعف الإمكانات، إلا أن مستشفيات جامعة عين شمس بأقسامها الداخلية وعياداتها الخارجية تحاول تقديم أفضل ما لديها من خدمات طبية لمئات الآلاف من المرضى سنويا. في تدعيم كامل فينا لتطوير المستشفى على كافة الأوجه، سواء تطوير البنية التحتية للمستشفى، سواء تطوير الأجهزة الطبية الموجودة، لنصل إلى أقصى درجة طبية استفادية للمريض. إحنا بنمتلك أكبر جناح عمليات مجمعة في مصر. إحنا عندنا 21 غرفة عمليات متخصصة. قبل التجديد كان في عمليات منفصلة، ما كانش في جناح عمليات بشكل معروف، كان في أوضتين في كل قسم تقريبا، وكان طبعا في صعوبة جدا إن إحنا إن يبقى عندنا الأجهزة المتطورة دي تتنقل من أوضة لأوضة، من دور لدور، من قسم لقسم. الموضوع اللي كان صعب جدا. عندنا وحدة خاصة بجلطات المخ الحادة، ودي من أحدث الوحدات اللي اتطورت هنا في المستشفى لعلاج الحالات الجلطات. اسم عندنا بنقدر نعالجها في أول 6 ساعات من حدوثها، وبنسب الشفاء عندنا مرتفعة جدا الحمد لله، تمثل النسب العالمية. طبعا دي مستشفى متخصصة للقلب وجراحة القلب فقط، بتجري في حوالي 3000 عملية ما بين قلب مفتوح وجراحة صدر، قلب المفتوح، قلب مفتوح للكبار وقلب مفتوح للأطفال. وفي ظل هذا التطوير الذي تشهده مستشفيات جامعة عين شمس في العديد من أقسامها، إلا أن هناك أقسام أخرى ما زال يقف ضعف الموارد المالية حائلا دون تطويرها، فضلا عن أزمة نقص أعداد هيئة التمريض. عدد التمريض مثلا في النبطشية قليل، بسبب أن احنا مش قادرين ان احنا نتكفل بمرتبات عدد اكبر. ده بيعمل شوية مشاكل بالذات في الرعايات، لانه عدد سراير الرعاية مرتبط بعدد التمريض علشان هما اللي بيمسكوا المرضى. المشكلة بتاعتنا ان المريض بيفتكر ان دخول المستشفى محتاج سرير فقط. المستشفى محتاج علاج، والعلاج ده يبقى علاج مستمر، ما اقدرش ادي النهاردة وبكرة، لا، والعلاج بيبقى مكلف. الحاجة التانية، محتاج هيئة تمريض على درجة عالية من التمكن، والناس متخصصة، وتبقى خدمة متميزة عن طريق التمريض. وبين انا في الرعاية المركزة لازم اكون محتاجة عدد كافي، يعني انا مينفعش يكون عندي مخرج اكسجين او جهاز وانا اسيب العيان عليه من غير لما حد ان هو يتابعه. ونحو التخفيف عن كاهل المرضى والقضاء على قوائم الانتظار، تقوم إدارة المستشفيات ليس بعمل توسعات إنشائية داخل مستشفياتها فحسب، بل ببناء واستحداث مستشفيات وأقسام ذات تخصصات أخرى جديدة. بدأنا المشروع بأن احنا بناء مستشفى متخصص من سنين بيقدم كل مستويات الرعاية. كان في تعثر في الإنشاءات والتمويل، ولكن الحمد لله احنا عملنا افتتاح للمستشفى وهي شغالة حاليا، لكن مش بكل طاقتها. احنا عندنا 11 غرفة عمليات، اللي شغال منهم حاليا 5 غرف عمليات، شغالين 24 ساعة في الأسبوع كل يوم صباحا ومساء. احنا عايزين نكمل الإنشاءات اللي موجودة عندنا، لأن احنا عندنا قائمة انتظار كبيرة جدا في جراحة القلب، وللأسف المرضى بتوع جراحة القلب ما يقدروش يستنوا. العربية دي اسمها عربية الطب عن بعد، ان احنا نقدر واحنا قاعدين هنا بجامعة عين شمس نشوف مريض في محافظة في مصر، نشوف مريض برا مصر في دولة تانية، نقدر ندي رأي طبي متخصص في مجال زي المخ والأعصاب، اللي هو عدد الاستشاريين أو الأخصائيين فيه قليل خالص سواء في مصر أو في أفريقيا. الجزء الثاني من المهمة اللي الوحدة دي بتعملها، ان احنا بنساهم في تعليم الدكاترة اللي في الأماكن دي، بنقدم لهم برامج تعليمية أونلاين تساعدهم ان هم يطوروا خبراتهم، بحيث ان هم ما يفضلوش محتاجين لنا مدى الحياة، نبقى بنعمل تطوير حقيقي في المكان اللي احنا بنساعده. وهكذا تبقى مستشفيات جامعة عين شمس صرحا طبيا علاجيا وتعليميا رائدا على مستوى مصر والشرق الأوسط. خالد جمال، هنا العاصمة.